السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، والمجلس يقر إبقاء الحدود البرية مغلقة إلى في حالة الضرورة، ووضع ما يسمى بحركتي رشاد والماك ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية السيد كريم يونس، كما وقع السيد الرئيس مرسوما يتضمن تعيين السيد إبراهيم الراد وسيطا للجمهورية. الجزائر تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب خلال ترأسها الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي. تحسبا لانطلاق الحملات الانتخابية بعد غد الخميس، استكمال آخر التحضيرات والترتيبات لإنجاح الحملة الانتخابية لتشريعية 12 جوان المقبل. تحديات المناولة وأفاقها ضمن يوم دراسي لبحث سبل النهوض بالاقتصاد الوطني، والكناس يدرسه بمعية الخبراء مجالات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 212 شهيدا، وإضراب شامل يعم فلسطين وسط جهود دولية محتشمة لوقف العدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، وبعد أن استمع السيد الرئيس لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، درس التدابير المتعلقة بفتح الحدود الجوية والشروط الواجب توفرها في المسافرين، مع إبقاء الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة، على أن تحدد الإجراءات المفصلة بمرسوم تنفيذي. كما تناول المجلس بدراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة. وتطرق المجلس إلى آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021، حيث أعرب السيد الرئيس عن ارتياحه للمجهودات التي تبذلها مؤسسات الدولة لضمان إجراء الموعد الانتخابي في ظروف جيدة وملائمة. وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية السيد كريم يونس، كما وقع السيد الرئيس مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين السيد إبراهيم مراد وسيطا للجمهورية. ترأس رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيلا اليوم اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، إلى جانب تعيين عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فضلا عن الشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2022. في بداية الاجتماع أعرب مكتب المجلس مجلس الأمة عن بالغ ارتياحه للقرارات الهامة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وعشية الاحتفال باليوم الوطني للطالب، يهنئ مكتب مجلس الأمة الطلبة الجزائريين مستحضرا بوفاء وعرفان تلك الصفحات المشرقة من تاريخ ثورة التحرير المجيدة.
هذا وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية المقررة بعد غد الخميس، يسجل مكتب مجلس الأمة ارتياحه الكبير لوتيرة سير العملية الانتخابية لتشريعات 12 جوان المقبل، والتي ستتوج اليوم بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية للتشريعات من قبل الأحزاب السياسية، الأمر الذي من شأنه إضفاء مزيد من الاحترام بين المترشحين ويهيب المجلس بالمواطنات والمواطنين لإنجاح المسار الديمقراطي المقبل للمساهمة في وضع لبنة أخرى من لبنات الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. وفي سياق آخر، يستهجن مكتب مجلس الأمة كل التصرفات الصادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية معروفة نواياها وتوجهاتها وولاءاتها دون التحلي بأدنى معايير الموضوعية والحيادية ومراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون دولة سيدة، ويعتبرها بمثابة استنتاجات غير مقبولة ولا قيمة لها، ويدعو هذه المؤسسات والهيئات إلى مراجعة سياسة الوجهين المتبعة في تعاملاتها مع القضايا الدولية التي لا تزال تطبق صمتا إزاء جرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم ضد المدنيين في الشقيقة فلسطين وضد الصحفيين، سعيا منها إلى تكميم الأفواه والتستر على جرائمه المروعة، بينما تحاول أن تصدح بصوتها كذبا وافتراء فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى كان آخرها الجزائر، كما يدعوها للالتفات إلى عواصم أخرى عوضا عن انتقاء دول وغض الطرف عن أخرى. وبخصوص إثبات عضوية السيد مصطفى بودينا العضو الجديد المعين من قبل السيد رئيس الجمهورية في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع. هذا وبعد دراسة الأسئلة الكتابية والشفوية المدعى لديه، قرر مكتب المجلس إحالة 4 أسئلة شفوية وسؤالين كتابيين على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة فيما يتعلق بالشروع في إجراءات إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2022. أسدى صالح جوجيل تعليماته إلى المصالح الإدارية بالمجلس بضرورة الأخذ في عين الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد على المستويين الاقتصادي والصحي حين إعداد المشروع. تلقى اليوم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باكر غاليباف، وتم خلال الاتصال استعراض راهن العلاقات البرلمانية التي تربط المجلسين، حيث جدد رئيسا المجلسين إرادتهما على تطويرها وتكثيف التنسيق والتشاور وتبادل الوفود البرلمانية في إطار مجموعة الأخوة والصداقة البرلمانية، ومن ثم مرافقة مساعي رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ونظيره الإيراني حسين روحاني للرفع من حجم التبادل الثنائي في شتى الميادين. كما تمحورت المحادثات بين رئيسي المجلسين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة. بالمناسبة جدد الطرفان شجبهما لهذه الاعتداءات والتصرفات الجبانة للمحتل الإسرائيلي وتنديدهما بصمت وتخاذل المجموعة الدولية إزاء هذا العدوان الذي ينتهك كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ودعايا المجموعة العربية الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف هذا الاعتداء السافر. وفي هذا الصدد اتفق الطرفان بصفة مبدئية على إمكانية أن تلتئم لجنة فلسطين بمنظمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في 24 من هذا الشهر بالعاصمة طهران.
ترأس اليوم وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول التطورات التي تشهد الأوضاع في ليبيا. وشارك في هذا الاجتماع عدة وزراء من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب رئاسة الدورية للاتحاد ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش. وفي بداية أشغال الاجتماع أبى وزير الشؤون الخارجية إلى أن يذكر بالظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وجدد تنديده الصارم بالعدوان الهمجي الذي يتعرض له المدنيون، كما طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت للترحم على أرواح الضحايا الفلسطينيين. وخلال هذا الاجتماع عبر المجلس عن دعم الاتحاد الإفريقي لمجهودات السلطات الليبية الانتقالية والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي الهام المزمع إجراؤه في 24 ديسمبر من العام الجاري، بشكل يسمح للشعب الليبي بطي صفحة الانقسامات وبناء مؤسسات قوية وديمقراطية مبنية على الوحدة الترابية وتضع حدا لتدخلات الأجنبية. وعكف المشاركون على دراسة سبل مرافقة الاتحاد الإفريقي لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا وتهيئة الأرضية المواتية والظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة مع مشاركة كل القوى الحية في المجتمع الليبي. كما أكد الاجتماع الوزاري ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام الصارم بحظر تدفق الأسلحة نحو ليبيا. وبمناسبة هذا الاجتماع تم إبراز الدور الهام الذي تؤديه دول الجوار الليبي ومساهمتها الحاسمة في إنجاح المسار السياسي الجاري ودعم أمن واستقرار ليبيا. يجدر التذكير بأن الجزائر تترأس خلال هذا الشهر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وبهذه المناسبة تمت برمجة عدة اجتماعات هامة تسعى إلى دعم قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، وتبرز الدور الريادي لبلادنا في حماية مبادئ الاتحاد الإفريقي وترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. نجتمع اليوم للنظر في الوضع في ليبيا، وكما تعلمون تم إحراز تقدم كبير نحو استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد منذ الاجتماع الأخير لمجلسنا في نوفمبر 2020، حيث منح منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة ليبيا أول حكومة موحدة منذ أغسطس 2014 في مارسيا الماضي، كما صادق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي ستنتهي ولايتها بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021. اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول منذ التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020، ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أفريل على مراقبة وقف إطلاق النار لبعثة الأمم المتحدة التي سيتم نشرها لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون. أغتنم الفرصة لأثني على جميع الأطراف الليبية للمشاركة في استعادة الوحدة والسلام في بلدهم بعد سنوات من الصراع والتدخلات الأجنبية. صبري بوقدوم أكد أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مدعو إلى تعزيز المزيد من الجهود حفاظا على المكاسب المحققة وتوحيد الجهود بالتنسيق مع الأمم المتحدة. مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هو جهاز صنع القرار في الاتحاد لمنع النزاعات وإدارتها وحلها، لذا فإن مجلسنا مدعوون إلى تعزيز المزيد من الجهود لتعزيز المكاسب الإيجابية. نحتاج إلى توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساندة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل لتحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها على المستوى السياسي، بموائمة جهود الاتحاد الإفريقي وتقديم مساهمته لضمان نجاح إجراء انتخابات شاملة في 24 ديسمبر وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية. وعلى الصعيد الأمني، التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
الدائم الموقع في 23 من أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي والنشر الفعال للقوات بقيادة ليبية وآلية لمراقبة وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية، إذ أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الحكومة الليبية بحاجة إلى مزيد من الدعم في جهودها لتحسين الحياة اليومية للليبيين ومعالجة عواقب كوفيد-19 وحماية اللاجئين والمهاجرين ومعالجة الوضع الإنساني لاستدامة السلم. وأمل أن تمكننا مداولاتنا اليوم من تحديد تدابير فعالة وملموسة لدعم الشعب الليبي لتحقيق السلام والمصالحة والتنمية. تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل بعد غد الخميس وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشرف اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على عملية القرعة المتعلقة برزنامة تدخلات المترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، وذلك بحضور ممثلي القوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة. كما قام شرفي رفقة المدير العام للتلفزيون الجزائري بالنيابة فتح سعيد، قام بزيارة مركز التعبير الحر للإذاعة والتلفزيون بقصر الأمم بنادي الصنوبر. التفاصيل مع وليد زرق متابع. التعريف بالبرنامج الانتخابي سواء بالنسبة للقوائم الحزبية أو المستقلة عبر التعبير الحر من خلال منصات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية تحدد اليوم من خلال هذه القرعة الموزعة للوحدات المسجلة للبث. توزيع منصف وحيادي يمنح للجميع نفس الفرص للتقرب من الناخبين. هذه التشريعيات يعني الأولى من نوعها، يعني سواء كان بحجم من حيث حجم يعني الكتلة المترشحة سواء حزبية أو مستقلة، وأيضا من خلال عدد المترشحين يعني وتصنيفهم يعني بين المثقفين بين النساء وبين الشباب، يعني اللي يشكل يعني اكثر من النصف. القانون فرض يعني انه، لكن كي تشوف راهو اكثر من النصف يعني، والحمد لله لهذه المناسبه يعني اذكر فقط يعني بان الدوله قررت يعني باش تتكفل ب مصاريف الشباب في اطار يعني الحمله الانتخابيه، وقد وجه يعني السيد رئيس الجمهورية يعني توجيهات لتكون يكون هذا التنظيم جاهز ونافذ عند انطلاق. التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ومواكبة لما يمليه القانون وتقديما لخدمة عمومية هادفة، سخرتا وسائل مادية وبشرية لتسجيل 40 دقيقة يوميا من التدخلات موزعة بأربعة دقائق لكل متدخل عن كل قائمة. باش نمكن الناس الكل يعني بالتساوي باش يقدروا يعبروا على البرنامج نتاعهم يعني ويبلغوا الناخبين نتاعهم فيه بمساواة وأيضا منهجية اللي تسمح باش تمرير الرسالة اللي يحب يمررها المترشح. تستكمل إذن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضيراتها التي تسبق انطلاق حملة تشريعيات جوان بعد ضبط كل المستلزمات التي يمنحها القانون للمترشحين بكل حيادية وعلى نفس المسافة. وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على مراسم توقيع السجل الذهبي لميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من قبل رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة المرشحة للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل. نقدم لكم يعني السجل الذهبي للبناء الديمقراطي في البلاد، واللي تكون الأرضية نتاعو هي القواعد الأخلاقية التي
ينبغي أن تحكم العمل السياسي والتي قد أمضاها بعض السادة الحاضرين هنا كقادة أحزاب، وأنتم السادة ممثلي القوائم المستقلة، وأنتم سيداتي قادة الأحزاب السياسية، كنتم عبرتم عن ذلك، عبرتم عن ذلك بقولكم بالحرف الواحد. لا يهمنا لما نبدي ملاحظاتنا حول أي نقص أو حول أي ما، لا يهمنا أن نصل بأحزابنا وبقوائمنا إلى البرلمان، بقدر ما يهمنا مصلحة الجزائر وكيف نخرج بالجزائر إلى مرحلة المؤسسات التي تحكم البلاد، المؤسسات التي يحكمها القانون الواضح واللي هو قاسم مشترك بين كل الجزائريين، إذ ينبع إن شاء الله من برلمان نزيه، لأن ما قدمتموه من مترشحين الله يشهد لكم عن ذلك، حتى الذين أقصيوا. وبالقنصلية العامة بباريس عقد اجتماع ضم المترشحين لمنطقة الشمال للتشريعيات المقبلة. الاجتماع خصص لإجراء عملية القرعة الخاصة بترتيب ظهور المترشحين خلال الحملة الانتخابية، على أن يعقد اجتماع ثان يوم الجمعة القادم يضم كل المترشحين لتنظيم سير الحملة الانتخابية. إحياء للذكرى 65 لليوم الوطني للطالب، نظم المجلس الإسلامي الأعلى بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد ندوة حول دور معهد بن باديس وإسهامه في التكوين وتربية الناشئين الثورية التحريرية. قد الجوابي. منذ تأسيسه سنة 1947 بقسنطينة، كان لمعهد بن باديس دور مهم في التكوين ودعم الثورة، فكان قلعة من قلاع هذه البلاد تدافع عن العربية والإسلام وعن تاريخ هذه الأمة وثقافتها ووحدتها. إسهامات جمعية علماء المسلمين كانت محل نقاش في ندوة نظمها المجلس الإسلامي الأعلى بمناسبة اليوم الوطني للطالب. طلبة بن باديس، طلبة المعهد، شاركوا مشاركة إيجابية سواء في العمل المسلح في الثورة أو في عملية البناء، ولم يظهر منهم يعني من هو خايب، ما خاب منهم حتى واحد. العلماء بما قدمته من عمل جبار في تربية النشأ، كانت هي في الصفوف الأولى في ثورة التحرير، وكتب لنا النصر والحمد لله. المعهد الباديسي ورغم التضييق إلا أنه كون إطارات ساهمت إبان الثورة التحريرية وفي البناء والتشييد بعد الاستقلال. وبمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتمعت اليوم اللجنة القطاعية الخاصة بسياسة الكتاب الجامعي بإشراف وزير القطاع عبد الباقي بن زيان وحضور أعضاء من الحكومة لإعداد سياسة حكومية لصناعة الكتاب الجامعي وتطوير جدول المنتوج العلمي في سوق المعارف واقتصاد المعرفة والتسويق، مع الاهتمام بترشيد النفقات وعقلنتها وعدم هدر المال العام مع ضرورة اعتماد الرقمنة. إننا ننتظر من هذه اللجنة القطاعية أن تضع أسس سياسة الكتاب الجامعي بالجزائر، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مساهمة القطاعات الفاعلة الحاضرة معنا اليوم، لمساعدة اللجنة القطاعية على صياغة سياسة جديدة للكتاب الجامعي في الجزائر. اختارت جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية 4 علماء جزائريين من ضمن أفضل العلماء في العالم نظير كفاءتهم العلمية، حسب ما علم اليوم لدى الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. ويتعلق الأمر بكل من السيدة حورية تريكي وزملائها عادل بلوشراني وعز الدين بوسكسو
ووليد حمداوي من مختلف الاختصاصات ضمن الترتيب في فئة 2 من أفضل العلماء في العالم. ويعتبر علماء أوروبيون هذا التصنيف كجائزة ما قبل نوبل، وهو بمثابة اعتراف دولي بالعلماء الجزائريين وشرف لحائزيها ومن خلالهم للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ولكافة البلاد. هنيئا لهم. كشفت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو خلال زيارتها إلى كل من مدرسة المعوقين بالعاشور والقسم الخاص بتعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية والحركية بثانوية الإدريسي بالعاصمة. رفقة نائب ممثل اليونيسف بالجزائر سرايا حسن كشفت أن أزيد من 1700 مترشح سيجتازون الامتحانات النهائية للأطوار الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الوطن. المزيد مع نور الرحماني. أزيد من 1700 متمدرس من ذوي الاحتياجات الخاصة يجتازون امتحانات نهاية السنة في الأطوار التعليمية الثلاث على المستوى الوطني، فبمدرسة المعاقين بصريا بالعاشور وكذا بالقسم الخاص بذوي الإعاقة السمعية والحركية بثانوية الإدريسي بسيدي محمد إجراءات وتدابير اتخذت استعدادا للامتحانات الرسمية. نتمنى كل رفاقي وأنا نتحصلوا على علامة جيدة ونشرفوا كاع والدينا ونشرفوا كاع الإطار الوطني للجزائر. انا راني حاب نطلع المتوسطه مع صحابي وربي نتمع طالبات البكالوريا. سجلنا في السنه الفارطه نتائج جد ايجابيه واحنا نثمنوا قرار السيد رئيس الجمهوريه لطبعا انشاء المدرسه العليا الوطنيه لتكوين الاساتذه المختصين في يعني تكوين التلاميذ ذوي الاعاقه السمعيه، وهذا كان مطلب للكثير من التلاميذ والجمعيات وخاصة جمعيات أولياء التلاميذ. سعيدة لتواجدي هنا باسم اليونيسف مع وزارة التضامن في هذه الزيارة للمؤسسات التربوية والتي خصصت أقسام لهذه الشريحة، وهو أمر مهم يترجم جهود الحكومة الجزائرية في مجال التربية. هذا والتزمت المؤسسات بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المصادق عليه من طرف وزارتي التربية الوطنية والتضامن الوطني وكذا المجلس العلمي لوزارة الصحة. تربويا، تواصلت اليوم جلسات العمل الثنائية بين وزير التربية الوطنية محمد واجعوط والمنظمات النقابية المعتمدة والمتخصصة بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، بالإضافة إلى مختلف القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع. لقد عملت وزارة التربية الوطنية قصارى جهدها للتكفل بالمطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة في القطاع وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعية الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومالية، حيث كان السيد رئيس الجمهورية في كل مرة يسدي التعليمات قصد تحسين الظروف المهنية للعمال في مختلف القطاعات قدر المستطاع، وكانت آخرها تلك التي أسداها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 ماي 2021 والمتعلقة بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية الوطني. دعم الشباب المبتكر وحماية إبداعاته الفكرية هو ما تم التأكيد عليه في اختتام الصالون الوطني للابتكار في قطاع التكوين المهني والتمهين. حفل الاختتام حضره كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وعن التلفزيون فوزية تاج.
المهدي متربص في اختصاص إلكترونيك صناعي، ابتكر هذه الآلة لصناعة القطع الميكانيكية بتقنية ثلاثية الأبعاد لتحقيق الدقة والنوعية. الحاجة الجديدة هي الميكرو كنترولر اللي استعملناه. احنا استعملنا أردوينو أوبن سورس، صافي دير أي واحد يقدر يكسيدي لهذا الميكرو كنترولر وما يجيش غالي بارابور اللي نشريهم من الخارج، واللي كاركتيريستيك تاعها ينهزو تاع الخارج. فكرة مهدي والشباب المتربص معرضة للسرقة، لذلك لابد من حمايتها وتسجيلها ضمن ما يعرف بالملكية الفكرية الصناعية. تحسيس المشاركين بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية وليتعلق الأمر ببراءات الاختراع، الرسومات والنماذج والعلامات التجارية. تحقيق مشروع هؤلاء الشباب بدءا من الفكرة إلى الواقع يعتمد على التوجيه والمرافقة، وهو ما تقوم به دار المرافقة عبر كل مراكز التكوين المهني. لازم المشروع هذا يجد تجسيد نتاعه في السوق الوطني، في المؤسسات، في يعني على مستوى مختلف القطاعات. ففي مرحلة أخرى راح كل قطاع معني بهذه المشاريع. المشاريع ذات الطابع الفلاحي ستكون بالتعاون مع وزارة الفلاحة، السياحة، التعليم العالي وغيرها. مرافقة من طرف قطاعنا وحتى تمويل لمشاريعهم، لأن الهدف ليس فقط المشاريع بل تجسيدها على أرض الواقع والمرور من الفكرة إلى الشركة الناشئة. هي ابتكارات شباب متربص وخريجي مراكز التكوين المهني يتطلع أصحابها إلى إنجازها وتسويقها. المناولة تحديات وافاق شعار يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات الشهيد عبد الرحمن طالب. المشاركون استعرضوا وضعية المناولة وإمكانات دفعها بما يحقق استدامة الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للخزينة العمومية. رامي عامر. رفع نسبة الإدماج في الصناعات الوطنية، أضحى الرهان الذي تخوضه الجزائر في مسعى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي، حجر الزاوية فيه تعزيز المناولة. القاعدة الصناعية تاع بلادنا تبنات لما كان البترول أقل من 3 دولار. بفضل من؟ بفضل روح المسؤولية، التعاون الوثيق بين كل أبناء هذه البلاد. الجمهورية الجديدة تحتاج عقلية جديدة، ولازم نتسلح بقيمنا الأصيلة وإرادتنا الصلبة. في التحدي اليوم يمكن في صناعة منتجات ذات جودة عالية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تم اختيار منهاج الشراكة لضمان مردودية وإنتاج مزدوج مدني وعسكري ذو نوعية عالية ومعايير صناعية صارمة من شأنها منافسة منتجات الدول الأخرى، وهذا ما يمكن بكل تأكيد من تصدير منتجاتنا دون أي صعوبة. مسار المناولة بتجاربها الناجحة وعثراتها التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة تم تبيانها خلال اليوم الدراسي من طرف الخبراء. بالمقابل كشف المشاركون من المصنعين عن قدراتهم لخوض التحدي. عندنا واحد 30 سنة نخدموا مع شركة الجرار بقسنطينة، شركة المعدات الأشغال العمومية صفار جرما بولوك لارك، نخدموا مع لويردي خنشلة لميليتير في خنشلة. تم إنتاج ما يفوق أكثر من 145 ألف جرار في الجزائر. جرار سيرتا اليوم وصلنا لدرجة رانا بنسبة إدماج عالية تاع 80%. هذا ستانفليكتور دا كوبلومون نخدموه حنايا حاليا 100% في البرشة نتاعنا، وهو كاين يستوردوهم ما عندهمش لا غارونتي، حنا نعطيو الغارونتي عام. وفي الورشات دراسة معمقة للسوق الوطنية والفرص المفتوحة للمناولة في مختلف القطاعات لا سيما الطاقات المتجددة والميكانيك الصناعية. الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة عنوان الطبعة 25 ليوم الطاقة التي نظمتها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المزيد مع أسامة دحمون. طبعة 25 ليوم الطاقة استغلها القائمون فرصة لمواصلة التحسيس وتنسيق الجهود لبلوغ تنمية مستدامة
تتأتى بتسريع الخطى وتحقيق وثبات انتقال طاقوي بات حتمية تفرضها معطيات الراهن. الانتقال الطاقوي المهمة تاع وزارة الانتقال الطاقوي هي كيفاش نخرجوا من غيبوبة الطاقات الكامنة تدريجيا بصفة عقلانية باستعمال عقلاني، اللي لكن نكملوا على الوتيرة هذه فاق 2028 ما نقدروش نصدروا الغاز الطبيعي أو نستهلكوه، ما نقدروش نديروا للزوج. رهان بناء الاقتصاد الأخضر والخروج من التبعية للطاقات الزائلة ومخلفاتها على البيئة، وإن كان الإسهام فيه مسؤولية جميع القطاعات الوزارية مرورا بالمستهلك في شق الترشيد والعقلنة، إلى أن قطاع التعليم العالي سيكون المرافق الرئيس بأفكاره وأبحاثه والتكوين لتزويد قطاع الطاقات المتجددة بإطارات متحكمة في التكنولوجيا. وسيسخر القطاع موارده البشرية من كفاءات وطنية بحتية مخصصة في مجال الطاقة واستعمالاتها أو الموارد المتمثلة في الهياكل البحتية بكل تجهيزاتها ووسائلها التقنية والتكنولوجيات المتطورة لإنجاح الانتقال الطاقوي. هي معركة تخوضها الجزائر وسلاحها في ذلك العلم والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق القطيعة مع موارد آيلة للنضوب والعمل على تحقيق أمنها الطاقوي. نظم اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوما دراسيا حول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمركز التكوين التابع لمجمع صنع الغاز ببن عكنون، وذلك بمشاركة خبراء وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. اليوم الدراسي يندرج ضمن النشاطات التي برمجها المجلس بغرض دراسة المواضيع التي تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتي ستستمر إلى غاية 7 جويليا القادم. رانا عندنا 8 مواضيع كبرى تخص السياسات العمومية الكبرى، احنا عودنا رجعنا عليها بمنطق سليم حقيقي واقعي وعصري، ممكن نقول عصري بإدخال مختلف التقنيات القانونية وشي كلام فقط. بكري بالك ربما في قبل 2019-2020 بداية 2020 كان الناس تروح للمواضيع فهكذا إفيدانوس ولا فقط للكلام، لكن حقيقة هي مشاريع كبرى وتستدعي خبرة وهندسة عميقة. كيف؟ لازم اختصاصيين. أشرفت وزيرة البيئة دليل أبو جمع اليوم على تسليم معدات الكشف عن المواد الضارة لطبقة الأوزون لفائدة المديرية العامة للجمارك إلى جانب أجهزة التشخيص المخصصة على مستوى المراكز الحدودية للكشف عن المبردات التي تحتوي على المواد الكيماوية المحظور استيرادها. المزيد مع من الأجل. أجهزة تقنية لاكتشاف وتشخيص الغازات المبردة والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون تم تعزيز قطاع الجمارك بها من أجل ضمان رقابة مثلى لتلك المواد. نظمت وزارة البيئة عدة دورات تدريبية في الجزائر العاصمة وورقلة لفائدة موظفي الجمارك في مجال تطبيق النصوص التشريعية الوطنية وكيفية التعامل مع أجهزة الكشف والتشخيص من أجل مكافحة التجارة الغير مشروعة في المركبات في المواني والمطارات وعبر حدودنا الوطنية. إن تعزيز التكوين والتدريب المتواصلين لضباط وأعوان الجمارك الجزائرية بالتنسيق الدائم والمتواصل مع المصالح المؤهلة لوزارة البيئة وتطوير قدراتهم التقنية في هذا الشأن كفيل برفع جاهزيتهم العملية وفعالية تدخلاتهم الميدانية. هي جهود مكثفة تهدف إلى وضع جميع الكفاءات والموارد اللازمة من أجل الانتقال إلى عالم مستدام لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. تحسينا للخدمة العمومية في مجال الصحة وبهدف تجسيد حق المواطن في الرعاية الصحية، أشرف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على لقاء جمعه مع ممثلي الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل من أجل بحث سبل ترقية وتحسين أداء الهياكل والمؤسسات العمومية الصحية. وبالمناسبة وقعت اتفاقية إطار لتحسين أداء الهياكل والمؤسسات العمومية لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ووسائل الاتصال. يهدف هذا الإطار إلى تحسين أداء
الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ووسائل الاتصال. احنا نعتبر السلطات العموميه بصفه عامه شركاء للسلطات العموميه، وخاصه اليوم في بطريقه نوعا ما واقعيه وجديه تقرب اكثر والشراكه المهمه ما بين الوزاره وزاره الصحه والمتعامل الاقتصادي بصفه عامه. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات رحمهم الله، فيما تمثل لشفاء 133 مريضا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أكد اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني خلال لقاء جهوي بولاية قسنطينة على ضرورة رفع التحدي لإنجاح موسم الحصاد والدرس لهذا العام وتحقيق مردود مرتفع بهدف تقليص فاتورة الاستيراد. أمن بعطش. تحدي كبير رفعه اليوم فلاحو ولايات الشرق من خلال تنويع المحاصيل الزراعية ورفع قدرات الانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم الظروف الاستثنائية. السقي فيه فايدة كبيرة، وقتنا السقي ما نقدروا نديروا الكلش باسكو الجهة تاعنا ينقص فيها المطر. في انا واحد من الناس بالكش الاول ثم اللي قاعد ندير في الثوم وقاعد نغرس الثوم، ومام الثوم مليح جا ما شاء الله. كاين هناك تحسيس كبير والعمار راهي سون كونسيون بالتحدي اللي ان شاء الله رانا فيه، وان شاء الله يكون انتاج وافر ان شاء الله. وتحضيرا لموسم الحصاد والدرس، اكد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه عبد الحميد حمداني في لقاء جهوي ضم اطارات الشرق بقسنطينه ان معيار نجاح الحمله لهذه السنه مرهون بعده معايير. معيار نجاح حمله الحصاد هو نجاح عملية الجمع. إذا ربطناها بالوضع الاقتصادي العالمي الصعب، إذا ربطناها بورقة الطريق وزارة الفلاحة، إذا ربطناها بكل تعليمات السيد رئيس الجمهورية باش نقلصوا من الاستيراد، عندنا الإمكانيات نقلصوا 10% 15% 8%. كما أشار الوزير أنه تم إبرام اتفاقيات لتسويق منتوج السلجم الزيتي حيث سيتم بيعه بكل أريحية. والنشاط الفلاحي بولاية إن صالح يشهد توسعا ليشمل زراعة الخضر بشتى أنواعها بعد أن كان مقتصرا على غراسة أشجار النخيل. المزيد مع هارون لوميدي. هذه الأرض الطيبة تجود بما تكتنز عند خدمتها. عمي أحمد لم يعتقد يوما أن يتحول من إنتاج التمور إلى زراعة الخضر بشتى أنواعها. ورث تقريبا الفلاحة، والآن خرجنا لهذه المنطقة هذه نتاع سموها الطيبات. بدينا بالطماطم، الطماطم عندنا معتمدنا على أنفسنا، ما عندناش اللي عندنا دعم من جهة ثانية. حفرنا الآبار، التسويق ما كانش معنا. وصلت الكيلوغرام الطماطم 1500 وما كاش لي يدي تقريبا. هنا بعين صالح تعددت النماذج الناجحة في المجال الفلاحي رغم كل المعيقات التي تواجه الفلاح. منطقة عين صالح تقريبا الفلاحة هذه تعتبر هواية أكثر منها إنتاجية كما نقولوا. تقريبا لازم الدولة تدعم على الأقل الإنارة الريفية وتجهيز تجهيز الآبار الارتوازية. كاين اللي آبار مش مربوطة بالكهرباء. ماذا بينا يعني نمشي في إطار استغلال هذه الإمكانيات هذه باش سورتو نوجهوا الشباب نتاعنا القطاع الفلاحة. كل هذه المؤهلات الفلاحية التي تمتاز بها منطقة التيريكلت تحتاج إلى أياد تخدمها واستثمارات تدعمها. البحرية الجزائرية في الفترة العثمانية من خلال الوثائق الأرشيفية عنوان معرض خاص أشرفت على افتتاحه اليوم وزيرة الثقافة والفنون ملكة بن دودة بالعاصمة. المعرض يندرج في إطار النشاطات الثقافية للمتحف العمومي الوطني البحري.
هذا الفضاء هو في الحقيقة ما يعرفوش كثير الجزائريين، ربما كثير منهم راح يكتشفوه لأول مرة. هو فضاء تاريخي مهم شاهد على قوة الإيالة الجزائرية وأسطولها البحري. المفروض هذا المكان يكون متحف مهم يزور الجزائري ويزور السائح كذلك. هو يحتاج اليوم منا الكثير من العناية والتثمين. مواصلة لتجسيد وتفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة، تم اليوم بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة تقديم عرض تفصيلي حول مساهمة بوابة القانون الجزائري الموجودة على مستوى موقع الويب لوزارة العدل ودورها في التعريف أكثر بالقانون الجزائري لفائدة البحث العلمي في المجالات القانونية والمتعامل الاقتصادي الجزائري والأجنبي، خاصة بما تعلق بعالم التجارة ومناخ الأعمال. كما تم الإعلان عن مشروع استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات، وذلك في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية. تم إدراج في بوابة القانون الجزائري النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة بمناخ الأعمال، تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، وهذا جديد كذلك لكي نعفي متعاملين اقتصاديين من بحث عن هذه النصوص في جرائدنا الرسمية ولا في بعض المواقع الأخرى والرسمية، لغا ذلك مباشرة اقتناءها من هذا الحيز الافتراضي اللي موجود فيه هذه المعطيات. بالنسبة للمشروع الثاني الذي لا يقل الأهمية اللي هو يعتبر بروجي فار دو مينيستير لا جوستيس، يتعلق بالتبادل الآلي للمذكرات والمذكرات والعرائض على مستوى المجلس بالنسبة للقضاء المدني كمرحلة أولى. وري الثرى اليوم بمستغنم جثمان المجاهد حمص نوسى الذي وفته المنية أمس عن عمر نهز 91 عاما. الفقيد أحد مفجري ثورة نوفمبر المجيدة بالإقليم الوهراني، شارك في العديد من المعارك ضد العدو بالولايات الخامسة التاريخية إلى غاية الاستقلال، وبقي محافظا على رسالة الشهداء مساهما في البناء والتشييد. وإثر هذا المصاب الجللي يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق طيب زيتوني إلى كل أفراد عائلة الفقيد بتعازيه الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة. رحم الله الفقيد، إن لله وإن إليه راجعون. استعرضت اليوم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس خلال ندوة صحفية التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التضامن من أجل التكفل بالوضع الإنساني للفلسطينيين. اليوم لقاءنا يدخل في إطار يعني رفع صوت الإنسانية من الجزائر عن الأوضاع المأساة الإنسانية ليعيشها الشعب الفلسطيني. لابد التأكيد على أنه فيه تحرك دولي في مجال الفضاءات الإنسانية. حزبياً أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خلال ندوة صحفية لعرض البرنامج الانتخابي للحركة لتشريعيات 12 جوان القادم، أكد أن هذا البرنامج يندرج ضمن الإطار العام لهوية الدولة الجزائرية. وعرج مقري على الأحداث الخطيرة التي تعرفها فلسطين، مجدداً تنديد واستهجان الحركة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. جدد الأمين العام لحزب تحالف الوطني الجمهوري بالقاسم سحلي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم استعداد حزبه لخوض غمار الانتخابات التشريعية، معربا عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها عملية جمع توقيعات وإيداع ملفات المترشحين. وبالمناسبة عبر سحلي عن دعم الحزب الكامل للقضية الفلسطينية وتضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني. أدانت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي اليوم العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبة المحاكم الدولية بفتح تحقيق عاجل لمتابعة مجرمي الكيان المحتل عن جرائمهم ضد الإنسانية حسب ما جاء في بيان المجلس.
هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي السافر على غزة لليوم التاسع على التوالي إلى أكثر من 212 شهيدا وأكثر من 1400 جريح أغلبهم أطفال ونساء. المزيد مع سميرة طهر. في عقيدة الاحتلال كل شيء مباح. تحت هذه المظلة يمضي قدما في سفك الدم الفلسطيني ويمهن في الملاحقة والاعتقال بسبب كلمة حق تسطح عاليا ألا سيادة إسرائيلية على هذه الأرض. مشاهد متكررة لحرب مجنونة ما فتئت تفجع العائلات الفلسطينية والعالم، كلفتها ثقيلة، دم ودمار، في حالة قديمة جديدة من الهمجية الإسرائيلية تلخص حياة الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال منذ 73 عاما. مسلسل العدوان المتواصل ضد الفلسطينيين أطلق لواء الصمود لديهم، فهم ما زالوا يقفون في خط الدفاع الأول أمام اعتداءات المحتل ومستوطنيها، لتتوشح الأرض المحتلة بهبة شعبية عنوانها أنقذوا فلسطين من براثن وحش دموي لا يحمل سوى الألم والموت للأنفس البريئة. أنقذوا الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والقضية العادلة. غارة الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة أجبرت زيادة من 52 ألف فلسطيني على النزوح من مساكنهم حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. التقرير لصالح قاسي. جعلوا من المدارس مأوى لهم بعدما غادروا منازلهم بالآلاف ونزحوا من قطاع غزة هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام. غارات خلفت دمارا كبيرا في المباني والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وحتى المخبر الوحيد فحوصات كورونا في غزة لم يسلم من القصف. الوضع صعب جدا، وضعنا كرب، طلعنا كل البنات والأولاد، كل بنات وأولادنا في دور تاني وديناهم، وإحنا قاعدين هنا أنا والأولادي. الشباب ما فيش إشي في الدار، مش قادرين نعمل حاجة، لا في إشي، لا في مية ولا في كهرباء ولا في مجاري ولا في بلاط ولا في كله، الأبواب تخلعت، الشبابيك تخلعت. وتنديدا بالعدوان الغاشم، إضراب شامل عم جميع المحافظات الفلسطينية شمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف ووسائل النقل العام. ولازم كنا نطلع على الشوارع ولازم كنا نشبك ونكون موجودين، يعني مش لازم نكون في البيت وقاعدين نتضامن مع أهالينا اللي بغزة اللي عم بيموتوا، لا، إحنا هون عندنا مستوطنات وعندنا حواجز وعندنا احتلال زينا زي أي مكان تاني، ولازم الضفة يكون لها دور فعال بهذا الموضوع. إحنا اليوم موجودين هون عشان إضراب الكرامة. اللي ما بيعرف شو هو إضراب الكرامة، هو إضراب قرار الشعب. إحنا عاملين اليوم عشان كلياتنا نتحد، عشان كل الشعب يعلى صوته. وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي تبقى معاناة الشعب الفلسطيني متواصلة. ختاما نأخذكم في جولة إلى بحيرات القالة الساحرة والمصنفة كمحمية طبيعية ضمن اتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة. دليلنا في الرحلة حنان برايو. لوحات طبيعية ساحرة الجمال ارتسمت بها بحيرات القالة ذات الشهرة العالمية والمصنفة كمحمية طبيعية من قبل منظمة رامسار الدولية. سبع مناطق رطبة في مركب المائي الحاضرة الوطنية للقالة، وثلاث مناطق رطبة تحت تسيير محافظة الغابات لولاية الطرف. بحيرة تونغا تعتبر أكبر بحيرة على مستوى مركب المائي المناطق الرطبة للحاضرة الوطنية للقالة بمساحة تقدر ب 2600 هكتار. مساحة مائية مغرية، فإلى جانب سحرها الطبيعي تعرف تربية المائية والصيد باستعمال الشباك المثبتة، خاصة بحيرة الملاح التي تمتزج مياه العذبة بالبحر. الحوت هذا كي جينا يجي حوت رقيق، جينا من البحر، احنا بعد كي يجي للبحر القرعة المالحة كي يكبر
يعاود البحريه يرجع للبحر، نلقوا لابياج هذه تاعنا نحكموه. كي نحكموه كي نديروا كونتيتي ملاحه نسوقوها للبيع. بحيرة الملاحية مستثمرة، مستثمرة منذ 2006. هذا راجع للثروة السمكية التي تسخر بها، على نخص بالذكر كل من أسماك البوري، سمك الميلي، سمك الحنكاليس، بالإضافة إلى قشريات أو صدفيات مثل لابالورد لاماتساغون. قيمة سياحية وبيئية تتيح فرصة استغلال خصائصها الحيوية وتطوير موارد للتنمية المحلية. ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، والمجلس يقر إبقاء الحدود البرية مغلقة إلا في حالة الضرورة، ووضع ما يسمى بحركتي رشاد والماك ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية السيد كريم يونس، كما وقع السيد الرئيس مرسوما يتضمن تعيين السيد إبراهيم مراد وسيطا للجمهورية. الجزائر تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، خلال ترأسها الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي. تحسباً لانطلاق الحملات الانتخابية بعد غد الخميس، استكمال آخر التحضيرات والترتيبات لإنجاح الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل. تحديات المناولة وأفاقها ضمن يوم دراسي لبحث سبل النهوض بالاقتصاد الوطني. والكناس يدرس بمعية الخبراء مجالات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 212 شهيداً، وإضراب شامل يعم فلسطين وسط جهود دولية محتشمة لوقف العدوان. شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله.